وقف عندك العكس. انت اللي قتلت شاكر. وكمان حابب اقول شيء للناس اللي عم ينتخبوه، انه انتم من حقكم تنتخبوا اي حدا بتشوفوه مناسب من المرشحين، واي حدا رح ينجح رح يكون هو الشخص يلي بيمثل سوريا الدولة الحديثة الديمقراطية يلي ضحوا الناس كرمالها. أطفال عم تتشرد، أطفال عم تنقتل، ما حرام عليك؟ وبيسلمي على أخوك البطل.